إذا أننا غادي نتبعوا دونك فوالا مثال آخر بالنسبة لأندري الحمد، عطي مثال آخر مثلا مثال باء مثلا مثلا غندير مثلا أش سي فوالا أو فوالا أو هنا سي أو مثلا هنا أش فوالا أش. إذا لاحظوا هنا كاين عندي كربون واحد، شوفوا هذا الجزء هنايا كربون واحد، إذا الأركان الموافق له هو فوالا ميتان فوالا. إذا هنا إيش كندير؟ عوض حمض نكتب أندريد فوالا أندريد، وكنكتب ميثان فوالا ميتان، وكنزيد المقطع ويك فوالا أندريد ميتان ميتان ويك فوالا. إذا هنايا إذا كان عنده هذه مختلفين هنايا مثلا نزيد مثال ألف باء جيم فوالا. مثلا هنا غندير مثلا سي اش 3 سي فوالا او مثلا هنا او، انا كنحاول نبدل العالي باش تستافدوا مزيان سي انا او هنا فوالا. دونك نحاول ندير هنا اش فوالا. دونك نلاحظوا هنا ايثان، هنا الاركان الموافق هنا ايثان وهنا عندي ميثان. اذا هنا غندير هنا نجي نكتب اندريد فوالا اندريد فوالا، نكتب ايثان ويك نبدا بالالف هنايا ايثانويك ادريت ايثانويك، ونكمل تابعها ميثانويك فوالا ميثانويك ما كاينش مشكل. طيب فوالا، اذا هذا بالنسبه لادريت حم فوالا. ندوزو المركب رقم اربعه وهو مهم جدا واللي يعدو على قبي تفاعل الاسره اللي هو تصنيع الاستير فوالا، او المركب العضوي الاستير. دونك ندير هنايا رقم اربعه فوالا الاستيرات فوالا. هاد الاستيرات هاد المركب العضوي الاستير فوالا كيدخل في مجموعة من المعطرات إلى غير ذلك، أو الأشياء التي لها رائحة طيبة إلى غير ذلك فوالا. دونك هنا الاستيرات، إذا هنايا أنا نفس الشيء غنمشي بنفس الطريقة باش مابقاش نبدلو بزاف، باش دائما خصني التعريف فوالا. هو مركب عضوي فوالا تضم جزيئته او جزيئته فوالا على المجموعه الوظيفيه او المجموعه المميزه. اذا انتبه هنا المجموعه المميزه فوالا المجموعه المميزه هنايا كما قلنا قبيله المجموعه المميزه تعرف الفرق بيناتهم. المجموعه المميزه هنا الصيغه العامه فوالا الصيغه العامه. بالنسبه للمجموعه المميزه دونك رد معايا البال، دونك عندي هنا عفوا فوالا عندي هنا سي فوالا او فوالا هنا او فوالا هنا سي فوالا هكذا الى غير ذلك. دونك لاحظوا معايا دونك هنا بحال قلتي كيشبه هنايا شويه كيشبه الحمض الكربوكسيلي، ولكن هنا عوض اش كيقول لي عندي هنايا سي انتبه فوالا. بالنسبة للصيغة العامة دونك هنا هي ار فوالا سي فوالا او فوالا هنا او هنا مثلا ار بريم. دونك غير ار بريم دونك ما خاصوش يكون عندي ويكون اش، إذا كان ار بريم اش غيولي عندنا حمض كربوكسيلي فوالا. دونك هنايا فوالا دونك يمكن لي نختصر هذا نولي عندي ار سي او او ار بريم، إذا بغيت يكون عندي مختصر يتختصر هنا ار سي او او فوالا ار بخيم. ممكن تلقاه في شي كتاب فوالا على هاد الكتابة هاد، ماشي مشكل صحيح. إذا هنا تكلمت على مجموعة مميزة مهمة جدا هي اللي كتميز ليا فوالا المركب العضوي اللي هو الاستير فوالا. دونك بالنسبة هنا الصيغة العامة فوالا، دابا غنتعرف على الاسم أو التسمية ديال هذا المركب فوالا. أنا عندي تسمية هذا المركب على بالنسبة للتسمية كيف أسمي هذا المركب إلى آخره. دونك هذا سهل، دونك أنا شنو كندير؟ كنبدا بالاسم الأركان الموافق بطبيعة الحال بحال المركبات الأخرى فوالا، اسم المركبات الأخرى الأركان الموافق فوالا مع إضافة فوالا المقطع وات، مع إضافة المقطع وات إلى آخره فوالا فوالا تو
ثم كنزيد كنضيف فوالا اسم الالكيل الموافق فوالا بحال مثلا بصفه عامه دونك هنا الالكان موافق دونك الى بغيت ندير واحد الاسم خاص نقدر ندير مثلا الكانوات فوالا وكنكمل الكيل الكانوات الالكيل فوالا مثلا شوف لاحظوا معنا الاركان الموافق فوالا وكنزيد عليه هذا المقطع وات ماشي ويك ولا اول فوالا وكنزيد هذا الجدار هذا الكيل اللي هو الكيل الى غير ذلك. اذا هنا غناخذ امثله نحاولوا ناخذوا امثله هذا ناخذ مثال بالنسبه للسير اللي هو غير متفرع وناخذ مثال بالنسبه للمتفرع. اذا هنا مثلا ناخذ مثلا عندي سي اش 3 مثلا سي او فوالا او نزيد مثلا واحد مثلا سي 2 اش 5 مثلا فوالا دونك الاركان الموافق هنا بالبال كنجي لهنايا فوالا الاركان الموافق هنا فوالا هو اللي كيزيد هذه هو اللي كيزيد عليه الوات فوالا وات وهذا الجدر اللي كنكمل عليه. اذا هنا عندي جوج فوالا يعني ايثان فوالا ايثان فوالا وكنزيد عليه وات ايثان وات هذا الايتيل فوالا عندي الجدر تما ايثان وات الايتيل فوالا. ناخذ مثال اخر ناخذ هذا نسميه مثلا مثال الف ناخذ مثلا مثال ب مثال ب مثلا يكون متفرع مثلا عندي سي 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 مثلا سي او فوالا مثلا هنا فوالا مثلا عندي او مثلا عندي سي اش 3 مثلا. اذا مثلا غندير لنا مثلا سي اش 3 هنا عندي اش اش 2 اش 3. اذا انتبه دائما رد البال وانتبه اطول سلسله 1 2 3 4 مثلا الى اخره. اذا هنا عندي خاصني ما ننساش هنا هنا صلح لي هذا الجدر كنبدا به هنايا من الاول غندير جوج فوالا جوج مثيل فوالا جوج مثيل ونكتب هنا بوتانوات بوتان ونزيد عليها اوات وهنا شنو عندي مثيل فوالا بوتانوات مثيل فوالا دونك ما كاينش مشكل دونك مساله بسيطه فوالا دونك وقفوا هنايا باش ندوزوا لثانيه كبيره اللي هما تفاعلات الاسترة والحمى. اذا كيف ما تكلمنا الان دابا درنا تذكير على الاركانات وتعرفنا على المركبات العضويه الاربعه اللي هي الكحولات الاحماض الكربوكسيليه والاندريد الحمض ثم الاستير فوالا. دابا تعرفوا على التفاعل الاسترا وتفاعل الحلماء فوالا كيف انشئ تفاعل الاسترا لكي احصل على الاستير المركب العضوي الاستير ثم كيف انشئ تفاعل الحلماء. اذا نبدا بتفاعل الاسترا فوالا تفاعل فوالا الاسترا نبداو بتفاعل الاسترا فوالا تفاعل الاسترا ماشي واحد النظام تفاعل الاسترا. هنا غنبدي نمشي ب واحد غندير هنا واحد فوالا ندير هنا تصنيع او تحضير تصنيع او تحضير فوالا تحضير الاستير او المركب العضوي المركب العضوي اللي هو الاستير الاستير فوالا كيف ما شفناه قبيله تصنيع مركب عضوي الاستير. هنا بالنسبه للمركب العضوي الاستير بطبيعه الحال دونك هنا باعتماد نشاط تجريبي بطبيعه الحال دونك هذا النشاط التجريبي دونك سنقوم بواسطه مثلا الدوره او يمكن بواسطه مسخن بالارتداد فوالا سنقوم بتجربه تركيب او تصنيع الاستير. دونك هنا بالنسبه لتصنيع الاستير دونك كنصنعوا بواسطه دونك حمض كربوكسيلي وكحول. اذا هذه الطريقه الاولى او الطريقه المباشره او تحضير الاستر المباشره الطريقه البسيطه لتحضير الاستر فوالا بواسطه حمض كربوكسيلي وكحول. اذا كيف ذلك؟ دونك هنا مثلا غادي نحاول نخدم بالمعادله نحاول ندير معادله كيميائيه فوالا معادله كيميائيه. دونك هنا باختصار دونك هنا المعادله الكيميائيه خاصني حمض كربوكسيلي بصفه عامه
فوالا حمض كربوكسيلي زائد كحول فوالا اش غيعطيني؟ غيعطيني السير فوالا زائد الماء فوالا السير زائد الماء اذا هنا بصفه عامه حمض زائد كحول كيعطيني السير زائد الماء الى غير ذلك اذا هنايا ناخذ فوالا مثال دونك هنا ناخذ مثال حاول باش ناخذ مثال باش نفهم اكثر مثلا حمض كربوكسيلي مثلا ناخذ شي حمض كربوكسيلي مثلا عندي CH3CO فوالا OH زائد مثلا عندي CH3OH فوالا دونك هنا عندي حمض زائد كحول كيعطيني السير دونك كيفاش كيوقع دونك هنا كي عندي السير اللي غيعطيني دونك هنا بالنسبه للسير ما كتبقاش عندي هنا الH فوالا كيولي عندي هنا واحد الالكيل اذا هذا الالكيل هذا اللي غيولي هنا بطبيعه الحال منين غادي يجي غيجي من الكحول فوالا هذا الالكيل هذا فوالا غيجي في الراس الاش وهذا الاش هذا بطبيعه الحال غترتبط مع او اش غتعطيني الماء اذا هنا شنو يولي عندي فوالا هنا المركب العضوي للاستير اللي هو الاستير غادي يبدا نبدا من الحمض بالصيغه ديال الحمض والكيميائي الحمض سي اش 3 سي فوالا او فوالا لاحظوا هنا او فوالا كنزيد هنا في بلاصه الاش غنجيب هذا الجذر الالكيلي هنا سي اش 3 صافي غنكون ساليت الصيغه الكيميائيه او الصيغه النصف المنشوره ديال الاستير فوالا زائد فوالا هنا زائد الماء دونك شنو غادي يبقى لي يبقى لي او اش مع الاش دونك غتعطيني اش 12 فوالا دونك هذا مثال فوالا نحاول ندير دونك هذا مثال دونك الالف نقدر ندير مثال باء باش نفهم اكثر بحال مثلا عندي سي 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 مثلا سي او فوالا او اش مثلا عندي سي اش 3 مثلا عندي اش اش 2 اش 3 فوالا زائد مثلا عندي سي 2 اش 5 مثلا او اش فوالا هنا شنو نعاود فوالا هنا رد معايا البال دونك انا عندي من حيال فوالا لاحظ دونك هنا مباشر ومعاكس يعني يعني انا التحول هنا راه محدود فوالا ماشي كلي فوالا اذا هنا شنو غادي غنحتفظ به لاحظوا معايا الصيغه كامله الا الاش فوالا الاش غنجي بلاصتها تجي بلاصتها هاد الجذر هذا الى غير ذلك نعاود وعيد اذا هاد الاش هذا خاصه تحيد وخاصو يجي في بلاصتها هذا وهاد الاش يجي مع تمشي مع الاو اش فوالا دونك شنو يولي عندي هنا نعاودو كامل سي اش 3 سي اش 2 سي اش سي اش 3 فوالا سي او فوالا او على هنا حيد اش هذه البلاصه سي 2 اش 5 فوالا دونك هذا هو المركب العضوي الاستير اذا هاد الاش هادي هاد الاش هادي فين غتمشي مع الاو اش دونك شنو غيعطيوني؟ غيعطيوني اش 2 فوالا هنا زائد فوالا زائد اش 2 فوالا اذا هنايا تعرفنا على المعادله الكيميائيه فوالا بالنسبه لتحضير الاستير دونك هنا تعرف على حاجه مهمه جدا هي مميزات هذا التفاعل فوالا مميزات هذا التفاعل دونك عقل عليه دونك يكون عندي كيكون عندي محدود عقل عليه يعني ماشي كلي وبطيء محدود وبطيء ولا حراري محدود وبطيء ولا حراري الى اخره فوالا هنا بطيء اذا هنا من بعد يمكننا نقدروا نتحكموا فيه باش يولي عندي كلي ولا ممكن كذلك نسرع التفاعل ديالي بطريقه اخرى الى غير ذلك اذا هنايا تعرفنا على مميزات هذا التفاعل دونك هنا غنمشي ثانيا ثانيا هنا ثانيا غندير التحكم فوالا في التفاعل كيفاش غنقدر نتحكم في التفاعل كيف ما قلت قبل قليل اذا هنا غنتحكم في التفاعل دونك هنا غنبدا هنا نتكلم في السرعه ديال التفاعل كيف ما قلنا هنا بطيء بغيت تصبح هي سريع ولا تزيد نسرعها اكثر دونك سرعه التفاعل فوالا سرعه التفاعل اذا هنا بالنسبه للسرعه ديال التفاعل من طبيعه الحال دونك في هذا النوع ديال التفاعل او الاستره المباشره من طبيعه الحال دونك معروفه دونك هنايا العوامل الحركيه اللي باقي عاقلين دونك باش نسرع التفاعل دونك هنا هي درجه الحراره فوالا التيتا ولا الدي دونك هنا اذا زدت في درجه الحراره غيتزاد ليا بطبيعه الحال السرعه ديال التفاعل وغنقص
بالمدة الزمنية ديال الحصول على الإنتاج. فوالا، هنا كذلك يمكن لي استعمال حفاز، مثلا حفاز مثلا حمض الكبريتيك، مثلا درت ضفت للتفاعل حمض الكبريتيك، الحمض الكبريتيك يمكن لي يزيد لي في السرعة ديال التفاعل فوالا دون أن يشارك الحفاز في المعادلة الكيميائية. فوالا، بالنسبة سميتو كذلك أنا تكلمت في سرعة التفاعل، يمكن نتحكم كذلك في الحالة النهائية. فوالا، في الحالة النهائية، كيفاش الحالة النهائية؟ دونك كنسمح يمكن لي نتحكم كذلك في الكمية، فوالا، في الكمية التي سنحصل عليها بالنسبة للإستير. فوالا، هاد الإستير اللي غادي يتكون ليها، كيفاش نقدر أننا يتزاد ليه الكمية ديالو، فوالا، يعني الحالة النهائية ديالو، وبالتالي يمكنني أن نتحكم في التفاعل في حالته النهائية، مثلا بطرق فوالا، بطرق مختلفة، مثلا إضافة أو استعمال المتفاعلات أو إحدى المتفاعلات، وكنمشي نشوف المتفاعلات ديالي، المتفاعلات وكنستعمل بوفرة فوالا، كنزيد فيهم دونك المتفاعلات، كنزيد فيهم باش نحصل على فوالا مردود جيد إلى غير ذلك، أو إنتاج جيد، أو كمية المادة ديال الإستير تكون أكبر إلى غير ذلك. دونك يمكن لي كذلك هنا أن أتحكم، هنا عندي إشكال أن هنا التحول محدود، كيفاش محدود؟ أنه هنا كيقدر يحدث التحول في الملحين، وبالتالي في الملحين يعني أن هذا توازن كيميائي، دونك إذا كان في الملحين يعني كيف ما عندي كيتكون لي الإستير مع الماء، دونك يبدا كيتفاعل الإستير مع الماء باش يعطيني فوالا الكحول زائد الحمض، إذا خاصني شي طريقة باش أننا نقدر نزول هذا الماء مثلا، نزول الماء باش يبقى عندي الإستير ما يتفاعلش معاه، ما يتفاعلش معاه باش ما يعطينيش الكحول ويرجع لي التفاعل في الملحة المعاكس، باش يبقى لي يحدث لي التحول في الملحة المباشر، وبالتالي هذه الطريقة ممكن استعمالها هي مثلا إزالة إحدى النواتج بصفة عامة، أو إزالة الماء، دونك بصفة عامة إزالة إحدى النواتج فوالا للحصول فوالا على التفاعل في الملحة المباشر. إذا هنايا ندوزو كذلك، إذا وقفوا هنا.